ومن ضمن الشباب برضو عجبني خبر جدا، تم بالأمس افتتاح معرض للتصميمات الأساس يعني العفش بتاعنا في البيوت، ولكن تصميمات أساس مصرية متاخدة من العمق المصري من العصر المملوكي، العصر المملوكي، فأخدين التصميمات الحلوة دي ومطبقينها بالشكل الحديث اللي يمشي مع مصر في الزمن الجديد. عايز اقول لكم ان دي تبع مدرسة مصممي مصر، في مدرسة بتجمع المصممين الشبان من مصر، وان المعرض ده تم افتتاحه ومشارك فيه قدامي لغاية دلوقتي حوالي 10 مصممين مصريين، والحاجات دي اتصنعت لهم، وفي ورش في دمياط او في ورشة في دمياط فتحت لهم ابوابها، تعالوا اعملوا تصميماتكم ويلا نعرض للعالم التصميمات المصرية. مجموعة من شباب المصممين، على الهاتف الأستاذ عمرو عرنصة أحد منظمي معرض التصميم المملوكي. أستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. إزيك؟ أنا عايز أفهم إيه الفكرة اللي طلعت لكم إنكم تشجعوا الشباب الصغير على ده؟ يعني أنت بتشجع الشباب المصممين الجداد أو الديزاينرز الجداد إن هم يخشوا في عمق مصري قوي. ليه؟ إحنا الحقيقة محتاجين ده في قطاع الأساس كله في مصر. الأساس يعني سلعة معتمدة جدا على التصميم، فإحنا محتاجين كقطاع أساس عشان ينمو ويزود صادرات إن هو يبقى بتصميمات جيدة، وده اللي خلانا إن إحنا نشجع الشباب إن هم يعملوا تصميمات مستوحاة من التراث المصري، سواء المرة دي زي ما عملناه من العصر المملوكي، قبل كده عملنا من مصر القديمة، فكل مرة بنشتغل على مصر القديمة. أنت قصدك الفرعونية يعني؟ آه بالظبط. تمام. كم شاب من المصممين بيشتغلوا معاكم يا استاذ عمرو؟ بتشجعوهم؟ بتجيبوهم منين الشباب دي؟ بتعملوا ايه عشان تدرسوهم؟ بتسيبوهم يدرسوا العصر المملوكي؟ بتعملوا ايه علشان توصلوا انه يعرف الخطوط بتاعت التصميمات دي؟ المعرض ده كان نتاج لورشه عمل اللي احنا بنعمله، احنا ما عندناش مصممين بيعملوا معانا، احنا فاتحينها لاي مصمم في مصر، فاحنا بنعمل مسابقات، اللي بيكسب في المسابقه دي وبنشوف ان هو فعلا عنده موهبه بنديله وندخله في ورشه العمل، بتبقى كلها حاجات مجانيه بهدف ان احنا نزود جزئيه عنده زياده. فالمره دي كان ورشه العمل على الفن المملوكي، كان معانا ناس بتدرس الاسس العلميه لرسم الزخارف المملوكي، لان للاسف في على الانترنت حاجات كتير مغلوطه، فبنحاول يبقى عندهم المصممين الاساس العلمي المظبوط اللي اشتغلوا عليه، ومع زيارات للاماكن الاثريه في القاهره اللي هي من العصر المملوكي. ده بيحاول بنزود لهم شويه خبرتهم في الجزء المملوكي، وبعد كده نسيبهم يعملوا التصميمات وننفذها لهم. استاذ عمرو عرنصة بشكرك شكرا جزيلا، بس عايز سؤال اخير لحضرتك. الحاجات دي بتصنعوها لهم فين؟ هل ممكن ان احنا نصدرها فعلا؟ هل في ناس اجانب بييجوا يهتموا بيها؟ او في جهات بتهتم بيها؟ في طبعا، احنا حاليا صنعناها، الورشه دي صنعناها في دمياط في مصنع هناك، بس في عموما في اهتمام كبير قوي من بره بالتراث المصري، بالذات في دوله زي الدنمارك، هم بيشتغلوا من الخمسينات على انهم ياخدوا من التراث المصري القديم. من الخمسينات؟ من الخمسينات. وفي الطفرة اللي حاصلة هناك في التصميم كان أساسها المصري القديم، وده متوثق عندهم في كتب، وإحنا عرفنا ده منهم وابتدينا نشتغل على ده أكتر، وابتدينا إن إحنا نعرف الشباب أكتر بالنجارة المصري القديم، ونحاول إن إحنا نعيد تاني استخدامنا للخامات المصرية ولطريقة التصنيع المصري. أستاذ عمرو أنا بشكرك جدا إنك أنت بدأت هذه الحملة، وإنك أنت بتشجع المصممين دول، وانك انتم بتعيدوا جزء من التراث، وعلى فكرة دي احد الحاجات اللي يعني الرئيس حتى وهو بيتكلم ساعة ما قال يا جماعة المصرية والهوية المصرية، الهوية المصرية دي بتمتد مئات والاف السنين. انا بشكرك جدا، وتحياتي لكل الشباب والمصممين والمصممات اللي داخلين علشان يعملوا احياء لهذا التراث مرة اخرى في مصر. شكرا جزيلا على مداخلتك لينا وعلى تشجيعك وعلى تنظيمك لهذه الورش العمل، وأرجو أرجو أرجو من الوزارات المعنية اللي بتهتم بصناعة الأثاث في دمياط
ما تاخدوا وتشقطوا الحدوته دي ونكبرها بقى شويه عشان نرجع نعمل المعارض دي بقى، ما تاخدوا العيال دي تعملوا بيها معارض بره. يعني خدوا الشباب ده بالنظره الجديده في الاثاث اللي هي معموله، ادي بقدم لك الاثاث بالتصميم الحديث جدا جدا اللي انت بتحبه، ولكن بخطوط مصريه قديمه، المملوكي الفرعوني وغيره، صدقوني وش جديد للتصميمات في مصر.